مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة بين نستضيف رجال مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال أكثر تميزا نرحب معي بأستاذ معاذ صاحب ومؤسس هاي ستايل صالون. بداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك أستاذ معاذ. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ يعني بدايتي المهنية من عام 2010 جيت لدبي، وكنت شغال في صالون في من 2010 ل 2013. و2013 اشتغلت في صالون تاني وتعرفت على الشاب وفتحنا مع بعض هاي ستايل صالون. جميل جدا. استاذ معاذ، حابين نعرف الخدمات اللي انت بتوفرها هنا في هاي ستايل صالون. الخدمات اللي عندنا اللي هي قص الشعر، اللحيه، فيشل، حمام الزيت، تمليس، وايضا عندنا مينيكير وبيديكير وكاراتين وبروتين، كل شيء بيهم الجمال عندك الوجه والشعر. جميل جدا. استاذ معاذ، حابين نعرف ايش اللي بيميزك في السوق؟ الشيء اللي بيميزنا ان احنا حسن التعامل، النظافه، وجود سيرفيسز، والفريق اللي عندنا هو فريق يعني كله عربي. جميل جدا. استاذ معاذ، حابين نعرف النظره المستقبليه لك بعد 3 سنوات من الان. والله ان شاء الله راح نفتح فروع ثاني ان شاء الله باذن الله. اكيد بنتمنى لك التوفيق والنجاح. الله يخليك. تسلم يا حبيبي. تكبر اكثر، توصل ل7 إمارات باذن الله. حبيبي سيدي، تسلم. استاذ معاذ، احنا عايشين في بلد الامن والامان، دوله الامارات العربيه المتحده. حابين نسمع منك رساله شكر لشيوخ الدوله على الدعم وعلى نعمه الامن والامان الموجوده. والله بدي اشكر شيوخ الامارات، وبشكر عندك دوله الامارات على الامن والامان، وعلى عندك الاستقرار، وان شاء الله في ازدهار على طول. وبدي اهني شيوخ الامارات وشعب الامارات بعيد الوطني 51، وإن شاء الله دولة الإمارات على طول في أمن وأمان، وعلى طول إن شاء الله في ازدهار. بتشكرك كثير أستاذ معاذ على رسالتك الجميلة، وأكيد الله يديم نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ويطول في عمر شيوخ الدولة. قبل ما أختم البرنامج، حابب أعرف الموقع الجغرافي لهاي ستايل صالون. الموقع الجغرافي اللي هو في الإمارة دبي، منطقة مردف، شارع 78، بناية مردف توليب، بجنب مردف هيلز. مشاهدي الكرام، ارقام التواصل والموقع الجغرافي اسفل الشاشه. استاذ معاذ، شكرا كثير لاستضافتكم، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. اهلا وسهلا فيكم، والله يطول اعمار الشيوخ، والله يخلي شعب الامارات والناس الطيبه اللي عايشه على ارض الامارات. شكرا كثير استاذ معاذ. والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم بي بي سي العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.